حياكم الله من إطلالة مسجد جامع غرناطة على قصور الحمراء وعلى جنة العريف نصيب سلاطين بني الأحمر وعلى كذلك جبل شرير شيخ غرناطة المعمم. هذه المنطقة منطقة قصور الحمراء التي بنيت على تلة السبيكة، نرى أول ما يواجهنا منها في أعلاها هنا هذه منطقة القصبة أو منطقة الحصن أو القلعة العسكرية بإطلالتها المهيبة على سهول غرناطة. هذه المنطقة منطقة القصبة هي المنطقة التي تمركز فيها الحامية العسكرية لغرناطة، وفيها أقدم أبراج القصبة وأقدم أبراج الحمراء بشكل عام، وهو برج الحراسة الذي يعتليه الجرس والصليب الذي نصب بعد سقوط غرناطة وكذلك الأعلام الآن. أما هذه المنطقة فهي منطقة القصور النصرية، هذه المنطقة التي هي قبلة من يزور قصور الحمراء، فيها فناء السباع وفيها فناء الريحان وفيها قاعة الأختين وقاعة بني سراج، تلك الأبهاء الساحرة والأعمدة النحيلة الرشيقة التي تسرب الألباب كيف ونرى كذلك الأبيات والدواوين الشعرية الغاية في الروعة من أبيات بن زمرك وابن الجياب ولسين الدين بالخطيب، تلك الأبيات والدواوين الشعرية التي أبت إلا أن تكون الحمراء هي الصفحات التي تكتب وتنحت عليها، والتي لم تقرأ أو لم تكتب إلا حتى تنقش في هذه المواضع وفي هذه الزوايا. ويظهر لنا كذلك خلف قصر كارلوس الملك كارلوس حفيد الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا، والذي اقتحم به هذا القصر أجزاء واسعة من القصور الحمراء، فحقا هو كما يقال القصر مشوه. أما هذه الجهة فيظهر لنا بين منطقة قصور بني نصر وبين جنة العريف يظهر لنا جبل شلير أو كما كان يسمى شيخ غرناطة المعمم، وهو كان يعني لا يفارقه الثلج صيفا وشتاء، فلذلك يقول لسان الدين الخطيب شلير لعمري أساء الجوار وسد علي رحيب الفضاء، هو الشيخ أبرد شيء يرى إذا لبس البرنس الأبيض. وكذلك يقول شاعر آخر عليه لباس أبيض باهر السنا وليس بثوب أحكمته يد البشر، فذاك شلير شيخ غرناطة الذي لبهجتها بالأرض ذكر قد انتشر. ثم ننتقل إلى جهة جنة العريف مصيف سلاطين بني نصر الحمراء، المنطقة التي بين جنة العريف وبين قصور الحمراء كانت مليئة بالبساتين، ليست مجرد بساتين روح وريحان أو يعني النباتات العطرية والأشياء الجميلة البديعة، لا، كانت مليئة بالخضار والفواكه، هي بمثابة أمن غذائي لأهالي الحمراء، كان يعملون أهالي الحمراء لمثل الأيام الشدائد، فلذلك عملوا على أمن غذائي يحميهم عند المصائب والشدائد. فجنة العريف هذه هي جنة كان يذهب إليها السلطان النصري عندما يريد أن يبتعد عن الأجواء الحكومية السلطانية أو عن الأجواء الأسرية، فيبتعد هنا للنقاهة ويعني للتنزه. فهذه هي منطقة قصور الحمراء، وهذه هي سهولها الفيحاء كما نشاهدها، وفيها غوطة غرناطة التي شبهت بغوطة دمشق، وكما هو معلوم أن الغرناطة هي دمشق الأندلس.